السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد من قناة مصر والمصريين. إن شاء الله الشغل ده الفيديو التاني اللي أنا صورته من المكان اللي أنا قلت عليه ده. الفيديو التاني ليه بعد طرح المشروم، بدأ الأكياس كلها طلع شغل إنتاج أهوت. الإنتاجية كويسة، موضوع يعني مش صعب، يعني مش اللي تخيل اللي انت تشتغل في حاجة صعبة او اللي انت توصل لمكان حاسس الموضوع صعب. الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا، بس الاعتماد كله على الشغل. اللي انا اجيب كل شو جايب شغل كويس وببدأ ابدأ خطوة خطوة صغيرة. الموضوع مش محتاج اللي انت هتفكر اللي انت ايه اروح اشتغل في المحاري. تاني مرة بقول محدش يشتغل في المحارم، لأن المحارم مش مطلوب في السوق. اللي عاوز يشتغل في الأجرجس وخايف من التسويق، هو الموضوع كله واقف على الإنتاجية، اللي هو الأجرجس اللي احنا شغال فيه دوت الأبيض، هو ده المطلوب. غير كده مش محدش هياخد منك إنتاجية اللي هو المحارم، فبلاش تشتغل في المحارم خالص. أرجح يعني محدش يشتغل في المحارم خالص. طبعا الموضوع مش صعب، يعني الموضوع سهل جدا. هو زي قدامكم اهو، الموضوع سهل جدا. حبات صغيرة ماشين كتيرة، بسم الله ما شاء الله طالعة. الموضوع يعني مش متخيل اللي هو هيكون صعب اللي انت تشتغل في المشروم. الموضوع ممكن تشتغله في شقة عادية، محتاج حتة تكييف وشفاط على مساحة المكان. بترص الكياس على الأرض وتشتغل. عاوز تعمل استندات حديد بتعملها وتحط بقى، بتاخد كمية أكبر. طب الموضوع يعني الموضوع التسويق، يقول لك كل أنا خايف من التسويق. التسويق مش صعب، التسويق أسهل من يمكن. عشان أسوق شغل التسويق سهل جدا، مش صعب إن أنا أسوق، مش صعب إن أنا أسوق الشغل. فالتسويق سهل، أسهل من يمكن التسويق. أهم حاجة الموضوع الإنتاج، اللي أنا أطلع مشروم باستمرار. الموضوع مش واقف على التسويق. تاني مرة بقول الشغل دوت مش واقف على التسويق، الموضوع كله واقف على الإنتاج، اللي انت تطلع إنتاجية والاستمرار في المشروع. يعني انت تشتغل على طول خلال السنة، ما توقفش، مش تقعد دورة تروح جاي مريح، لا شغال على طول. دايرة الدورة عبارة عن شهرين، 60 يوم. بعد 60 يوم على طول مباشرة بغير الكومبوست دوت، بترمي، بجيب كومبوست جديد لسه جديد نوفي، في التقاوي بتاعته محطوطة زي ما انتوا شايفين كده. الكياس ديت بيجي بقى الطن على حسب وزن الكيس، ممكن الكيس يجي 13 كيلو، ممكن الكيس يجي 12 كيلو. وبنجيب بالة البطمس اللي هي اللي بتحط، اللي هي الطبقة اللي هي السمرة ديت اللي بتتحط فوق بعد ما الكومبوست بيتحضن، بتحط طبقة البطمس اللي هي اللي فوق ديت، يطلع المشروم. يعني الموضوع مش كيمياء او موضوع صعب، بس موضوع رعاية المية، ان انا ارش مية بحساب، يعني مش مية بالعبط. يعني موضوع سهل، يعني انت تشتغل في حاجة، يعني بتتعامل مع مشروع، مع حاجة زي ايه، فطر حساس شوية غير المحاري. المحاري انت بتدلق له مية، تدلق له مية على الأرضية، فالموضوع هنا مش محتاج ان انت تطلق ميه كل شويه وعلى الارض وبتاع. شايف ان انا عندي المكان اهوت مفيش حاجه، ده مكان صغير وفي اماكن تانية شغاله برضو. في كذا مكان تاني موجود، في برضو نفس القصه كده كاس. فانت ما بتعملش مكان واحد، انت بتعمل كذا مكان. في خلال الشهرين تبقى عندك انتاجيه متواصل، مش عندك انتاج شهري وتقعد شهر، لا انت عندك انتاج متواصل شغال على طول، فانت ما بتوقفش الشغل، ما بيوقفش. يعني انت بقى عندك انتاجية وشغال مباشر، ما بتوقفش على اللي انت تستنى كمان شهر. بس الدورة 60 يوم، شهر تحتين، شهر ما فيش انتاج خالص بيطلع فيه، والشهر التاني على طول بيبدأ يظهر المشهد وابدأ اسوق. بعبي في كراتين، طبعا هعمل فيديو تاني التعبئة والتغليف والتسويق وازاي انا اسوق الشغل. كل واحد يقول لك ازاي انا مثلا هزرع واسوق، التسويق بيكون جملة.
انت هتسوق المشروم جملة، مش هتسوق القطاعي خالص. تبيع الشيرة بتاعك المطلوب في المشروم، اللي انت هتطلع انتاجية وتغلف وتعبي في كراتين وتاخد الشغل كله على بعضه. ما بتاخدش مثلا، ما بتاخدش كرتونة وتلف على السوبر ماركت. عاوز تبيع قطاع براحتك، ممكن تبيعها أعلى من الجملة شوية. يعني انت هتبيعها أعلى شوية، لو نزلتها سوبر ماركت الكرتونة مثلا تمنها مثلا بمية جنيه في اليوم، اليوم دوت ممكن تبيعها بمية وتلاتين، 140 جنيه لو هتنزلها سوبر ماركت. الموضوع أسهل ما يمكن، الموضوع سهل مش صعب. وما تعقدش نفسك وتشتغل في المحاري تاني مرة وتالت مرة ورابع مرة وخامس مرة وسادس مرة. اوعى تشتغل في مشروم المحاري، محدش يشتغل في المحاري، محدش يشتغل في المحاري. عاوز تعمل محاري تجربة في البيت، محدش يعمل مشروم محاري تجاري. محدش يسمع كلام حد يقول لك هناخد منك الانتاج واقول لك هنسوق لك الشغل. محدش يسمع كلام الناس دي، الناس دي بتضلك، ما بتقولكش الصح. ما تعتمدش على حد ويقول لك انا هاخد منك الانتاجية وهاخد منك الشغل، وازرع 100,000 كيس، ازرع لي 100 طن، يطلع لك كل يوم 5,000 جنيه و10,000 جنيه. كل الكلام دوت مش حقيقة. عشان تكسب صح وتشتغل صح، الاستمرار في المشروع. وتاني مرة بقول لك الاستمرار، مش اللي انت هتشتغل تعمل كيس وكيس، يعني تعمل كيس محاري يقول لك هاخد منك الشغل كله، هاخد منك الانتاج كله. لا، ما تسمعش كلام حد، اشتغل في الاجرجس وابدأ. انت حتى لو هتبدأ طن واحد، طن كومبوست، يعني الموضوع مش اللي هتبدأ طن اتنين طن، يعني ربنا هيكرمك فيهم وهيجزيك فيهم. فانت ما تستعجلش على الشغل وتجري تجري، يعني عاوز ابدأ محاري وعاوز اعمل اكسب بسرعة. لا، الموضوع مش هيجي تكسب بسرعة. انت هتاخد الخبرة باستمرار، استمرار الشغل. كل ما تخش شوية هتفهم ان احنا اشتغل ازاي، يعني اعمل ايه. خش على القناة عندي، ان شاء الله انا هبدأ من الفيديوهات الجاية كل حاجة، من ساعة ما بتاخد الكومبوست وساعة ما تيجي تحطه عندك في المكان، ودرجات الحرارة تشوفها ازاي، الترومتر بتقيسه ازاي. طبعا الحاجات دي كلها هبان بعد كده في الفيديوهات التانية، اللي انا ازاي اجيب ايه درجة الحرارة الكومبوست كل شوية، وامشي على درجات الكومبوست، درجة حرارة الكومبوست اللي هو الكيس دوت، درجة حرارة الكومبوست اللي هو الكيس ده، هو ده الكومبوست، ده الكيس اهو، درجة حرارة الكومبوست. فاحنا بنقيس درجة حرارة الكومبوست، بنقيس درجة حرارة الكومبوست. فالموضوع يعني مش صعب، سهل جدا. واللي عاوز يشتغل يتوكل على الله، الموضوع اسهل ما يمكن، مش صعب. الشغل سهل جدا، تاني مرة بقول وتالت مرة، الموضوع مش صعب. الانتاجية مطلوبة، محدش يقولها مش عارف اسوق. تسويق اسهل ممكن. النوع اللي انا شغال فيه دوت هو التسويق سهل. الاجرجس هو الاسهل في البيع والشراء، تاني مرة بقول ورابع مرة وخامس مرة. ما تشتغلش في المحارم، محدش يجي يعمل مشروم محاري خالص. عاوز تعمل محاري اعملها تجربة في البيت. محدش يروح يقول لك انا جبت قوي من وزارة الزراعة واشتغل في المحاري. المحاري مش هيعمل لك حاجة، مش هيعمل لك فلوس ولا هيجيب لك جنيه. محدش يشتغل في المحاري، محدش يبدأ في المحاري خالص. خليك في النوع الاجرجس اللي هو انا شغال فيه دلوقتي. واتمنى الفيديوهات الجاية هتعجبكم. شغل تصوير برضو، ممكن يكون في اماكن تانية فيها ناس زرع برضو شغل، والموضوع اسهل ما يمكن مش صعب. يعني الموضوع سهل، اتوقع الله واشتغل. ولو احتجت حاجة طبعا هساعدك فيها، اي معلومة هتقف قصادك هنوقف قصادك معاك، هنشرح لك ازاي تشتغل وازاي تبدأ في مشروع زي دوت وانت بادئ. حتى لو انت في كلية او ربة بيت قاعدة في البيت عايزة تعمل مشروع تصرف منها وتاكل منه تعيش منه، يعني اعتبر مصاريف هتطلع في البيت، وممكن بسم الله ما شاء الله يعني تعمل فلوس حلوة وهي قاعدة في حتة شقة دور ارضي
او جراش، بس كل اللي محتاجه التكييف. لازم تكييف عشان نشتغل بدرجات الحرارة نظبطها في المكان نفسه، لان انا ما ينفعش في الصيف درجة حرارة ب40 او 30 او 35، والمشروم ما بحبش الدرجة دي. درجة المشروم في التحضين بيكون من 20 لغاية 24 25. ساعة الانتاج بتحتاج الانتاجية من 15 ل 18، دي درجة الحرارة التبريدية اللي هو المشروم بيطلبها. فالموضوع مش صعب جدا يا جماعة، الموضوع سهل. توكل على الله واشتغل، وان شاء الله القناة هتعجبكم، فيها تصوير وفيديوهات جديدة. اتمنى اللي يدخل على القناة او يتفرج على الفيديو دوت يعمل لايك للقناة والاشتراك اللي لسه داخل جديد، لان القناة ديت احنا بندعمها توصل للناس كلها. وشكرا لكم.